اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبيع الكوين، سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير، وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالدسكربشن. السلام عليكم، كيف حالكم؟ سريقة مزمان بيجي بقناة مستسد اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية، الحلقة رقم 16 من هاي السلسلة. فبتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. وطبعا هذا تاني فيديو لليوم، نزلنا الحلقة 15 اليوم الصبح، طبعا رح تلاقي رابطها تحت بالدسكريبشن اذا ما تابعتها روح وتابع، لانه في اخبار صراحة جدا مهمة، وهي الحلقة الثانية طبعا لهذا اليوم من هاي السلسلة. فبتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد نزله بالقناة. فبسم الله نبدأ من الخبر الاول عنا، واللي هو انتقال لاعب دافيدي سانتون الى نادي روما. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي انتر ميلان الايطالي الى نادي روما الايطالي مقابل مبلغ 9.5 مليون يورو، يعني 9.5 ملايين. طبعا اللاعب البالغ من عمر 27 عام وطوله 186 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى. فلعب الموسم الماضي مع نادي الانتر 25 مباراه، عمل فيها 27 تدخل، 19 تدخل منها تدخلات ناجحه، كعدد تدخلات يعتبر قليل بالنسبه لعدد المباريات اللي لعبها، لكن كنسبه نجاح تعتبر جيده نوعا ما بتقدر تقول. واللاعب طبعا ثلاث نجوم مهارات ونجمتين قدم ضعيفه، كان لاعب جدا ممتاز صراحة مع نادي انتر ميلان الموسم الماضي، ما توقعت انه يبيعوه بهالسهولة. وروما تقريبا يعني عندهم كولاروف بمركز الظهير اليسار، لكن اللاعب دافيدي سانتو ممكن يلعب بمركز الظهير اليمين. فاللاعب الصراحة يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين، خاصة بعد ما روما باعوا بيريس لنادي ساو باولو، فبيحتاجين لاعب يعني بمركز الظهير. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، اللي هو انتقال لاعب دوكوري الى نادي ايفرتون. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزية عن ان نادي واتفورد رفض عرض بقيمة 35 مليون يورو من ادارة نادي ايفرتون للحصول على خدمات لاعب دوكوري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن إدارة نادي إيفرتون مصرة على هذا اللاعب ومصرة على الحصول على خدمات اللاعب. اللاعب الصراحة الموسم الماضي أدى جدا ممتاز بالدوري الإنجليزي وعمل أداء جدا رهيب. فاللاعب طبعا عمره 25 عام وطوله 183 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، فلعب 37 مباراة عمل فيهم 131 تدخل، 79 تدخل منها كانت تدخلات ناجحة، كأيضا عدد تدخلات يعتبر عدد جدا رهيب صراحة بالنسبة لعدد مباريات اللي لعبها، وكان نجاح ايضا تعتبر جيده نوعا ما. لعب الصراحه من اللاعبين جدا ممتازين، ومستغربت الصراحه انه ما لعب مع فرنسا يعني بكاس العالم، كنت متوقع انه ممكن انه ياخذوا المدرب تقريبا، هو ما بظن اصلا انه استدعاه، ما بعرف اذا استدعاه ولا لا، لكن الصراحه اللاعب من اللاعبين جدا ممتازين. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، اللي هو انتقال لاعب حكيم زياش الى نادي اولمبيك ليون. طبعا كشفت بعض الصحف الفرنسيه ان نادي اولمبيك ليون عن مفاوضات مع اداره نادي اياكس لاجل الحصول على خدمات اللاعب حكيم زياش في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، خاصة مع عدم توفر السيولة المالية لدى نادي روما. طبعا النادي ليون يعتبر من الأندية الضخمة، لكن صراحة لو انتقل من الدوري الهولندي على الدوري الفرنسي ما بظن انه رح يفرق كتير، لانه نادي اياكس من ابرز الأندية صراحة يعتبر بالدوري الهولندي، وايضا نادي ليون يعني من ابرز الأندية بفرنسا، كنت متمني انه ينتقل للدوري الايطالي ولا شيء. طبعا لاعب عمره 25 عام وطوله 180 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليسرى، فلعب مع نادي اياكس الموسم الماضي 39 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 18 هدف، كعدد صناعه اهداف يعتبر عدد جدا رهيب صراحه، وايضا مسجل العديد من الاهداف. واللاعب طبعا اربع نجوم مهارات ونجمتين قدم ضعيفه، لاعب الصراحه من ابرز اللاعبين من العرب باوروبا يعتبر، ودقه الباصات عنده جدا ممتازه. بتمنى صراحه انه ينتقل لاحد الدوريات الخمسه الكبرى، لكن اللاعب ما اخذ فرصته ما بعرف ليش، مع انه عمره صغير وامكانياته جدا رهيبه صراحه بخط الوسط، فبنتمنى له كل خير. فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب فيرسيخو الى نادي انتر ميلان. طبعا كشفت بعض الصحف الايطاليه ان نادي انتر ميلان على مفاوضات مع نادي اتلتيكو مدريد من اجل الحصول على خدمات لاعب فيرسيخو في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. طبعا اللاعب وصل مع منتخب بلاده كرواتيا الى نهائي كاس العالم، وخسر قدام المنتخب الفرنسي بنتيجه 4-2، قدم اداء رهيب صراحه بالبطوله وعمل شغل جدا جدا ممتاز مع المنتخب الكرواتي. فاللاعب طبعا عمره 26 عام وطوله 181 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، فلعب 32 مباراه الموسم الماضي مع نادي الاتليتي، عمل 75 تدخل، عدد يعتبر جيد جدا، و58 من التدخلات ناجحه، ايضا كنسبه نجاح تعتبر جدا ممتازه الصراحه بالنسبه للاعب فيرسيخو. واللاعب طبعا نجمتين مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفه، لو انتقل لنادي انتر ميلان اكيد راح يكون اضافه جدا ضخمه، لكن بنفس الوقت اكيد نادي اتلتيكو مدريد ما راح يستغني عنه بهالسهوله، خاصه بعد الاداء الرهيب اللي عمله مع المنتخب الكرواتي بكاس العالم. طبعا فبننتقل للخبر اللي بعده عنه، واللي هو انتقال لاعب كريستيان بافون الى نادي برشلونه. طبعا رجعت الصحف تتحدث عن انتقال اللاعب كريستيان بافون الى نادي برشلونه بعد ما هدات الاخبار لفتره، وان اللاعب طبعا ليونيل ميسي طلب من اداره نادي برشلونه التوقيع مع اللاعب بافون. اللاعب الصراحه يعتبر لاعب ممتاز، يعني صراحه انا شفت اداؤه مع منتخب الارجنتين بالدقائق القليله اللي لعبها صراحه، ولعب احسن من العديد من اللاعبين الاساسيين اللي كانوا، قدم اداء الصراحه جيد جدا انا شفته، ولو انتقل لنادي برشلونه اكيد راح يكون اضافه ممتازه، وراح يكون كبديل ممكن لو
الضل ممكن يكون بديل جدا ممتاز صراحة. لاعب كل عمره 22 عام يعني لسه سنه صغير، احسن ما يجيبوا لاعيبة بعمر 28 عام ولا شيء، لاعب لسه سنه صغير وطبعا طوله 167 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، فلعب 32 مباراة مع نادي بوكا جونيورز طبعا الموسم الماضي، سجل فيها 7 اهداف وصنع 19 هدف، يعني مشارك 26 جول من 32 مباراة، فعدد يعتبر جيد جدا صراحة. لاعب كريستيان بافون لو انتقل لبرشلونة اكيد راح يقدم اداء جدا رهيب، خاصة مع وجود لاعب مثل ليونيل ميسي بالفريق والخبرة اللي بيمتلكها، فاكيد لاعب كريستيان بافون راح بيستفيد من لاعب ليونيل ميسي طبعا. فلاعب طبعا عمره كله 22 عام يعني، فبامكانه انه يلعب للعديد والعديد من المواسم مع نادي برشلونة لو انتقل. فبننتقل للخبر اللي بعده انه هو انتقال اللاعب ريمي الى نادي ليل. طبعا تم بشكل رسمي انتقال اللاعب من نادي لاس بالماس الاسباني الى نادي ليل الفرنسي مقابل مبلغ 1.4 مليون يورو. اللي كان بيلعب فيفا 15 وفيفا 16 بيعرف هذا اللاعب صراحة، كان لاعب جليتش، كان وقتها بيلعب مع نادي تشيلسي صراحة، كان لاعب رهيب، كانت سرعته يمكن 91 والشوط 81، كانت بطاقة جدا جدا اسطورية بلعب فيفا 15 وفيفا 16. لكن شوف حاليا طاقاته وين، السرعة ضايعة والشوط ضايع وكل شيء صراحة، طاقاته جدا عادية باللعبة. لاعب عمره 31 عام وطوله 185 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، 24 مباراة لعبها مع نادي لاس بالماس الموسم الماضي، سجل 9 اهداف وما صنع ولا هدف، احصائيات يعني جيدة نوعا ما بتقدر تقول. ورجع على دوري بلاده اللي هو طبعا من فرنسا، فرجع على الدوري الفرنسي مرة ثانية. لاعب طبعا عمره 31 عام وطوله 185 سنتيمتر. فبننتقل للخبر اللي بعده انه هو انتقال لاعب ماتيو كوفاسيتش الى نادي تشيلسي. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزية ان نادي تشيلسي بات على مقربة من الحصول على خدمات اللاعب كوفاسيتش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع أخبار خروج كانتي من خط وسط نادي تشيلسي. فنادي تشيلسي بدأ بالبحث عن بديل له صراحة، وبشكل كبير احتمال إنه كانتي ينتقل، ما بنعرف شو اللي ممكن يصير. لكن بالنسبة للاعب كوفاسيتش، هل راح بيقدر يعوض رحيل كانتي ولا لا؟ طبعا اللاعب عمره 24 عام وطوله 178 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى، لعب 36 مباراة الموسم الماضي مع نادي ريال مدريد، ما سجل ولا هدف لكن صنع 3 أهداف، وأيضا وصل مع المنتخب الكرواتي لنهائي كأس العالم، وصراحة أيضا قدم أداء جيد جدا بالبطولة مع المنتخب الكرواتي، مو مثل أداء يعني مودريتش وراكيتيتش، لكن بشكل عام يعتبر أداءه جيد نوعا ما بتقدر تقول. اللاعب الصراحة يعني لاعب جدا ممتاز، وطبعا هو انتقل من نادي انتر ميلان لنادي ريال مدريد، فبنتمنى له كل خير. اللاعب 4 نجوم مهاراته، 4 نجوم قدم ضعيفة، أكيد لو انتقل لتشيلسي احتمال كبير إنه يشارك كأساسي. فبننتقل للخبر اللي بعده أنه اللي هو انتقال لاعب نور الدين مرابط إلى نادي النصر السعودي. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي واتفورد الإنجليزي الى نادي النصر السعودي. طبعا لم يتم الكشف عن قيمه الصفقه لغايه الان، احتمال لما تشوف الفيديو يكون تم الكشف عن القيمه للصفقه، لكن لغايه الان ما في اي شيء عن قيمه الصفقه. طبعا لاعب عمره 31 عام وطوله 179 سنتيمتر، لعب 39 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 3 اهداف، اضافه جدا ممتازه بالنسبه لنادي النصر الصراحه والعديد من الانديه السعوديه. يعني شايفين هذا الموسم عم يجيبوا العديد من اللاعبين اللي بيلعبوا باوروبا، فهذا الشيء يعتبر جدا ممتاز ويعتبر تطوير بالنسبه للكره السعوديه بشكل عام ولدوري المحترفين، فهذا الشيء يعتبر جدا جدا ممتاز. نتمنى اللاعب يقدم اداء ممتاز مع نادي النصر. فبننتقل للخبر اللي بعده انه هو انتقال لاعب جونزالو ايغواين الى نادي تشيلسي. طبعا كشفت بعض الصحف الإنجليزية عن مفاوضات نادي تشيلسي مع نادي يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات اللاعب غونزالو هيغواين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والأخبار الصراحة زادت بالفترة الأخيرة خاصة بعد قدوم رونالدو لنادي اليوفي، لأنه على الأغلب رونالدو لازم يكون نجم الفريق الأول، وفي عندك ديبالا بالفريق وفي هيغواين، فصعب جدا إنه هدول يعني اللعيبة هي تجتمع مع بعضها، لأنه لازم رونالدو يعني يكون نجم الفريق الأول، هذا الشيء اللي راح يصير المفروض. فاللاعب طبعا عمره 30 عام وطوله 184 سنتيمتر بالقدم اليمنى طبعا بيلعب، وقيمة الصفقة يعني رح تكلف نادي تشيلسي لو تمت الصفقة حوالي 80 مليون يورو. فطبعا لعب 50 مباراة الموسم الماضي مع نادي يوفنتوس، سجل فيها 23 هدف وصنع 8 أهداف، وبكأس العالم ما قدم شيء يذكر صراحة، كان أداؤه جدا 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 عادي. لعب طبعا 3 نجوم مهارات و 4 نجوم قدم ضعيفة، واحتمال نشوف صفقة تبادلية ما بين إدارة نادي يوفنتوس وإدارة نادي تشيلسي ما بين موراتا وهيغواين. طبعا يعني موراتا كان بيلعب بيوفنتوس قبل هيك وبيعرف النادي وأسلوب لعبه، ووصل معه لنهائي دوري الأبطال ب 2015 وخسروا قدام برشلونة، وصراحة اللاعب يعني أداؤه جدا رهيب، ما بنعرف شو اللي ممكن يصير صراحة. فمننتقل للخبر اللي بعده انه انتقل لاعب بول بوجبا الى نادي برشلونه. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه ان مينو رايولا مدير اعمال اللاعب طبعا بول بوجبا عرض على برشلونه شراء اللاعب مقابل مبلغ 120 مليون يورو. اللاعب الصراحه يعتبر من افضل لاعبين خط الوسط بالعالم، وكان بسنه 2016 يعني صارت وقتها اغلى صفقه بالتاريخ، كان تقريبا بيل يمكن كانت قبل هيك اغلى صفقه بالتاريخ، وبعدين ب 2016 هو صار، وبعد هيك اشتروا برشلونه ديمبلي واشتروا كوتينيو والعديد من اللاعبين، انتقلوا بمبالغ
جدا غالية. طبعا اللاعب يعتبر من أفضل لاعبين كأس العالم وقدم أداء رهيب مع المنتخب الفرنسي، وسجل طبعا بنهائي كأس العالم ضد المنتخب الكرواتي هدف الصراحة جدا جدا رائع، وحصل يعني على لقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي. فطبعا اللاعب عمره 25 عام، طوله 195 سنتيمتر، بالقدم اليمنى بيلعب، فلعب 37 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 12 هدف. يعني شفنا خط وسط برشلونة أو نادي برشلونة حابب يتعاقد مع العديد من خطوط الوسط، سمعنا اخبار عن بوجبا وسمعنا اخبار عن كانتي وعن غيرهم من اللاعبين. فتخيل لو انتقل بوجبا وكانتي لبرشلونه، انت كمشجع لبرشلونه شو ردة فعلك راح تكون؟ او كمشجع لريال مدريد، يعني لو صار خط وسط برشلونه مكون من مثلا كوتينيو وبوجبا وكانتي، شو راح تكون ردة فعلك؟ صراحه راح يكون من افضل خطوط الوسط بالعالم لو اجتمعوا هذا الثلاثي مع بعض، وبامكانهم انهم يضلوا العديد من السنوات. لكن شيء صعب، لكن ما في شيء طبعا مستحيل بكره القدم، وممكن يصير اي شيء، لانه صار شفنا غرائب وعجائب هالصيف، منهم انتقال بوفون اللي ما كان حدا متوقع انه يطلع من نادي يوفنتوس، وانتقال كريستيانو رونالدو، والصيف الماضي انتقال نيمار. فاللاعب طبعا لعب 37 مباراة الموسم الماضي، سجل 6 اهداف وصنع 12 هدف، فشي يعتبر جدا ممتاز صراحة، واربع نجوم مهارات وخمس نجوم قدم ضعيفة. نتمنى له صراحة كل خير. طبعا اللاعب يعتبر من اللاعبين المسلمين، هو وكانتي ايضا الاثنين يعتبروا مسلمين، نتمنى لهم كل خير، وكل اللاعبين المسلمين نتمنى لهم كل خير. فهذا كان يعني بالنسبة لاخر خبر عنا اليوم. فيعني بالشباب وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، بتمنى دعمك بزر لايك، تشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، روابط حساباتي تويتر وانستغرام تحت بالدسكريبشن، بتمنى تروح وتتابعني عليهم. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، في امان الله.